من ساعة ما أخذت الميدالية البرونزية في بطولة العالم، خلاص فريدة عثمان دخلت في فئة أو في قائمة الملهمين. فرحتنا بيها لازم نتخللها مش بس أسئلة فضولية، أسئلة معلوماتية. هدفي أصلاً أنا كنت عايزة أجيب ميدالية من الأول، فمخي بقى ابتدى يشتغل بقى إيه اللي هيحصل. جزها شبه اسمها بالظبط، فريد. قلت يا رندا دي طلعت التالتة. صريخ بقى وصريخ. إحنا بقالنا 3 سنين الفتاة المصرية هي رائدة الرياضة في مصر بشكل كبير جدا. لما حد ينتصر انتصار زي ده بيعظم الكبرياء الوطني عند أي شعب. السباحة في البطولة دي كان 160 دولة، احنا اتحطينا من أول 30 دولة بالميدالية. وببقى كل مرة مستني لما بيطلع كلمة عثمان على الحارة بتاعتها تطلع عثمان أفرح فيها. بجد أول ما دخلت حسيت الفرحة التاني، حسيت هلس السماء. وإن شاء الله يعني دي لسه البداية، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن وأحسن. معكم منى الشاذلي، الليلة الساعة 9 مساء على CBC.